هي 2000. انا مسالف 2000 لان قام بيحفر بحفره يم بيت. شفت الجروب كله بدويش مسالفه. ايه تصدق حتى اذا مو محتاج سالف انت والله يجي عرض عليك يقول لك تبي سالف تدري ليه؟ من كثرهم. لا مو من كثرهم، عشان لا يصرفهم. ولا كلمه. يلا خلونا في موضوعنا. اذا خلونا في خلاص رجعنا ل 2000، رجعنا ل 2000. بكنا 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 ولا عشان عرفت انه عنده 200,000. انت كيف الصداقه ما تعرف لما تطيح انت تطيل الفلوس. المهم يا جماعه الخير خلونا في موضوعنا، نبي نسوي حماس واكشن على فطور اليوم. زين يلا نشوف موضوع الفطور. بنصحكم نصيحة لوجه الله، لا حد يتسلف من الرجال اللي خبري خبرك. الرجال اللي خبري خبرك لا حد يتسلف من، ترى يفضحك يفضحك عادي، يفضحك في أي مناسبة، في أي قاعة، أي اختلاف تختلف معاه، أي مشكلة تصير بينك وبينه على طول يقولك رجع الفلوس اللي مسلفك. إيه والمشكلة تدري وين؟ يعارض عليك إنه يسلفك والله. يكون في علمك طلبه بالحق شيء فيه خير، ما بتطلب تدفع. الحمد لله انك ما تلحقني شيء عشان فضحت فيني. اعطيك فلوس كنت اوكل ولا امسك تحول فلوس. اي اي فلوس؟ انا تلحقني؟ ما تلحقني؟ 1005 1005 1005 ماخذ من عنده. اي ايوه انا ادفع فلوس حق رائدين اللي بيجيب الكهرباء يوم الكافيه. قلت لي وخلي الطيجان هو يسووها ذي حركه هيك يسوي. يعني لا تسلفني لا تلومني. هيك تبكر. ما ينسى. خلونا من هالكلام. بعد لين الخمسة زين فطورنا راح يكون فطور معقول والله، بس المقصد نبي نسوي حماس وأكشن. الآخر واحد يركب سيارة أبو علي أو اللي ما يحصل مكان في سيارة أبو علي يركب الفطور عليه. اتفقنا؟ اتفقنا. حطوا يدينكم اتفاقية. أخ واحد أخ واحد عليه الفطور. انا طارق قال لك اكثر من 200. لا لا مو بسوي. يلا يلا بسم الله. طبعا الفطور باذن الله راح يكون فندق 5 نجوم تكلفته 1000. لا لا والله فطور معقول. يلا جاهزين؟ جاهزين. خلوكم جالسين جالسين، خلوكم جالسين شباب. 1 2 بعد لين الخمسة. ها 1 2 5. لا لا دقيقة باقي 3 و4. ايش فيكم يبا؟ استريح. ما قلت ما بعد. يلا عاد خو. اقول لك بلا خو بلا خو. خلاص.